هي طريقة إعلان تواجد محمد بالأسواق مصطحبا كثيرا من الدلالات قبل إبريق الشاي. بساطة، قوت حلال وقناعة. خدمت نبيع لتاي في السوق، نبيع للتجار اللي راهم يتبعوا السوق هنا وفي مشرية. كي تصور الوقت اليومية نتاع ولادك الدنيا وما فيها، ونحمد ربي ونشكره، وهذه هي الدعوة وهذه هي الدنيا. حلالي والحمد لله، واللهم لك الحمد يا ربي، ورانا عايشين ونطلبوا الصحة. قانع بهذا الشيء هذا؟ الحمد لله يا ربي، قانع أفضل من كل شيء. تسويق أكواب الشاي لا علاقة له في أغلب الأحيان بمذاقه وجودة تحضيره، فمحمد أصبح جزءا من حركية السوق ونشاط التجار به. احتضانهم له خير دليل. جملي حي قدم خدمة المجتمع، وربي يحفظه وربي يوفقه، وهذا عمل كما نقول يكسب به القوت اليوم تاعه. واه هو ينقص عليك بزاف أتعاب أنك تقعد في المحل تاعك ولا في المكان تاعك تاع العمل في السوق، ويوفر لك لاتاي كما نقولوا سعر رمزي. احنا نتمنوا له التوفيق والنجاح، ويحسن ان شاء الله تكون الجوده افضل ان شاء الله. هذا محمد، سي محمد هذا انسان راه يجينا للسوق هنايا يعاور، راح يجيب لاتاي راك تشوفوا فيه الحاله تاعك اللي دايره، حاله شخصيه، انسان عائله مولا وليدات. وحنا اوبلي حنا اوليو باش نمشيو للقهوه نخلو التجاره تاعنا ونخلو البيع تاعنا ونخلو صوالحنا، نعاونو غير هو وراه يستنفع معنا كاس لاتاي بطروا محنا تو 5000 زياده فيه. وهذه لو جات كي كونت غير لو جات كي راه واقف كيما هكا قدامك خويا، غير لو جات هذا بلا لاتاي تقول له هاك 5000. نشاط بيع الشاي وعلى بساطته لا يزال صامدا، مثله مثل عديد الحرف المتعلقه في مجملها بميراث ثقافي اجتماعي.